عززت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية من كفاءة خدمات الرعاية الصحية في مستشفياتها من خلال منصاتها الذكية الحاصلة على 16 جائزة، وذلك لاشتمالها على شاشات عرض ذكية لمراقبة الأداء الإكليني في المنشآت الصحية. ويأتي ذلك ضمن جهود المؤسسة الرائدة في مجال مواكبة التحولات الرقمية ومساعيها لتعزيز الخدمات الصحية والممكنات فائقة الذكاء. انطلقت اليوم فعاليات الأسبوع الثاني لملتقى السمالية الصيفي في نسخته 30 الذي ينظمه نادي تراث الإمارات بمشاركة المراكز النسائية والشبابية التابعة له، وتستمر فعالياته حتى 4 أغسطس المقبل. واستقبلت الجزيرة أكثر من 380 طالبا الذين انخرطوا في عدد من الأنشطة توزعت بين جولات السفينة التراثية وأنشطة الهجن، حيث تلقى الطلاب شرحا عن المطية وأجزاء اعتادها وتعرفوا على أهمية الإبل في تراث وتاريخ الإمارات. نظمت مفوضية كشافة دبي تحت مظلة جمعية كشافة الإمارات تحدي الأنشطة المائية والمسير بين أحضان الطبيعة في مدينة حتى ضمن فعاليات المخيم الكشفي الصيفي بمشاركة 150 كشافا يمثلون طلبة المدارس الحكومية في إمارة دبي، وذلك بهدف تعزيز أهداف التنمية المستدامة والإسهام في رفع كفاءة الفتية والشباب والقادة والمساهمة في حسن استثمار وقت الفراغ.